مساكم الله بالخير. ليس هناك ما هو أعظم وأنبل من رعاية وكفالة اليتيم، وأي جائزة أعظم ينالها الإنسان من أن يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة. هكذا حول برامج وجمعيات ومبادرات رعاية وكفالة الأيتام وخاصة مجهولي الأبوين، يسرني أن يكون معي في هذه الحلقة رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي. حياك الله أستاذة سمها. حياك الله، أهلا وسهلا وشكرا لاستضافتكم لنا في لجمعية كيان في هذا البرنامج المميز. أهلا بك. حياك. والترحيب موصول بكم أعزائي المشاهدين وأيضا مستمعينا عبر إذاعة الرياض. أستاذة سمها، يعني قضيتكم الأولى هي فئة الأيتام واهتمام الأسرة والمرأة، والأسرة والمرأة، هذا موجود في يعني في حسابك على تويتر. أبغاك تحدثيني عن تأسيس جمعية كيان للأيتام، من ولادة الفكرة إلى أن أصبحت اليوم إحدى الجمعيات العاملة بفاعلية في هذا المجال. الله يسلمك. جمعية كيان للأيتام كانت الفكرة، يعني وأنا لازلت يعني في وزارة الشؤون الاجتماعية حين ذاك، كنت أتمنى أني أجد مؤسسة، أجد كيان بمعنى أصح، أستطيع من خلاله تقديم خدمة للأيتام مجهولي الأبوين اللي نسميهم، نطلق عليهم دائما ذوي الظروف الخاصة، أستطيع من خلالها الامتداد في خدمتهم، وأيضا أني أحقق أمور كثيرة لم أستطيع تحقيقها، أو يعني ربما لم يسعفنا الوقت ولا المكان ولا الزمان في ذلك الحين لتحقيقها، ورأي لعلمي بحاجتهم الفعلية. فعرضت الفكرة حقيقة على عدد من سيدات الأعمال في حينها، وكانت الفكرة أنها تكون جمعية نسائية، في سيدات أعمال، في راعيات خير ومحبة في أنهم يكونون يعني مع هذه الفئة، وكان في قبول كبير، وطبعا كان على رأسهم سمو الأميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض، رحبت كثير بالفكرة وشجعتنا عليها، ومعالي الأستاذة نورة الفايز النائب السابق لوزير التعليم أيضا. فكانت كوكبة نسائية مميزة وضعت في ذهنها أن هذا اليتيم فعلا ذوي الظروف الخاصة بحاجة أن يكون هناك له كيان معين أو كيان مستمر ودائم يستطيع من خلاله تقديم أي خدمة نراها. فبدأت فكرة كيان، اتفقنا على الاسم من البداية أن يكون كيان لهدف. إيش معنى كيان؟ يعني عادة نحن تعودنا الأسماء مرتبطة بالنشاط. نعم، كان الهدف أن نحن نوجد لهذا اليتيم كيانه الذي يستحقه داخل المجتمع. فهذا الهدف اللي سميناه كيان، لأنه فعلا لنبني كيانه، لنوجد له الاندماج داخل المجتمع، لابد أن يشعر بهذا الكيان. هو يعني الهدف ليس فقط أني أنا يعني الاسم، يرتبط بكل معطيات واحتياجات هذا اليتيم، فحتى أبني له كيان داخل المجتمع إذا أنا أحتاج إلى ممكنات عديدة كثيرة. فوجدنا اسم كيان، يعني وبعده اشتهر هالاسم، يعني لقيته في شركات وأماكن عديدة، لكن أعتقد أنه هذا يحقق الهدف اللي إحنا كنا يعني نريد أن نصل له، هو طيب بناء هذا الكيان. طيب يعني لو سألتك عن استراتيجية عمل الجمعية. نعم، الجمعية بدأت يعني يمكن أكثر من 5 سنوات، بدأنا في 2017 فعليا، واحتضنتنا مؤسسة الملك خالد التنموية في عمل استراتيجية لبناء هذه الجمعية، بناء مؤسسي. كانت البداية في بناء مؤسسي، إيجاد البرامج اللي احنا راح تكون رئيسية داخل الجمعية، ثم انطلقنا إلى تطوير هذه الاستراتيجية حاليا، حتى أنها بدأت من 2023 في أننا نحقق لها الاستدامة. نريد أن يكون مشاريعنا موجودة وقائمة، لكن نريد استدامة يعني التنموية مناسبة واستدامة مالية لكثير من المشاريع، ونحقق أيضا الانتشار والتوسع. كيف حققتوا هذه الاستدامة؟ يعني إيش على ماذا تستندون في توفير تمويل لمشاريع ومبادرات؟ طبعا الجمعية جمعية خيرية مثل غيرها من الجمعيات، تستند على
طبعا في التالي أصبح عندنا الاستدامة تتحقق من خلال إما دعم مشاريع من الوزارة أو يكون دعم أهل الخير وأصحاب المنح. كثير من المؤسسات المانحة تبحث عن المشاريع النوعية، المشاريع اللي فيها تنمية وتمكين، وهذا الهدف الأساسي اللي احنا نسعى له، إن احنا يكون عندنا تنمية وتمكين لهذا اليتيم. أنا أنظر إلى ما ينقصه في شخصيته ثم أحقق له ما يساعده على أنه يتمكن، سواء تعليميا سواء عمليا سواء مهاريا، أيضا بناء شخصيته. فالاستدامة هذه تتحقق أولا في إيجاد برامج تنموية طويلة الأمد. الشيء الثاني أن نبحث عن داعمين مستمرين لإعطاء الجمعية القدرة على استمرار هذه البرامج من خلال الوقف. بدأنا الآن في محاولة إيجاد وقف للجمعية، وجود أيضا برامج تكون طبعا الآن مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي، أصبح هناك أيضا دعم للجمعيات نحو الاكتفاء الذاتي، مساعدتها على أن تستطيع أنها تكون نفسها بنفسها، مش بالتبرعات ولكن أيضا مساعدتها على أنها كيف توظف هذا المال وتستثمر بطريقة صحيحة ليحقق الاستدامة. فهذه الخطة الآن اللي تعمل عليها الجمعية، في وأيضا التوسع في مناطق المملكة. يعني إحنا حاولنا نكثف تجربتنا في الرياض حتى نتمكن أولا ونبني قدراتنا بطريقة صحيحة. الآن الخطة خلال إن شاء الله السنتين هذه هي التوسع في مناطق المملكة. تخططون أن تخرجوا من الرياض؟ نعم، يكون على الأقل خدماتنا تكون أكثر. هل تشعرين أن أنتم كفيتوا الحاجة في منطقة الرياض؟ الحاجة لم تكتفي بعد حقيقة، لا زال هناك الاحتياج، لكنه فيه احتياج في مناطق أخرى. أيضا نعتقد أن احنا لابد أن يكون لنا دور ومساهم فيها. طبعا نكمل سواء دور الوزارة أو نكمل دور جمعيات أخرى يعني موجودة في الساحة. طيب أستاذة سماح، أنت ذكرتي المركز الوطني للقطاع غير الربحي اللي اليوم أصبح هو المظلة التي تعمل من تحتها جميع جمعيات الأهلية، خاصة الجمعيات الخيرية. خليني أسألك عن الحوكمة. اليوم المركز يعني يطبق معايير حوكمة دقيقة وعالية الدقة لتحقيق مستهدفات ومؤشرات في رؤية 2030. أنت كيف تشوفين أهمية الحوكمة في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف بالنسبة لكم أنتم في كيان؟ إحنا يعني أنا أعتقد سواء لنا في كيان أو في أي جمعية ثانية، الحوكمة نقلتنا نقلة نوعية في طريقة الأداء، ساعدتنا على معرفة النقاط الرئيسية. كيف أنا بحوكم إذا يعني كيف أحقق الالتزام والسلامة والشفافية وغيرها من معايير الحوكمة؟ فبالتالي جودة العمل يعني أنا أعتبره معيار جودة يعني جميل جدا، إذا يعني استمرينا عليه بهالطريقة وبهذا المستوى وتم تطويره أيضا، ومعيار أيضا في السلامة المالية للجمعيات. فأنا يعني أجد أنه اختلف صح حقيقة، أصبح هناك يعني تساقط يمكن الجمعيات التي لا تتبع هذه الحوكمة. الحوكمة هي معيار أساسي ورفع مستوى الجمعيات، وأصبح تنافسية بين الجمعيات حتى تصل إلى أعلى درجة ممكنة. اليوم على طاري التنافسية، اليوم عندنا أكثر من حوالي 40 جمعية خاصة برعاية وكفالة الأيتام. الأيتام بصفة عامة، لكن الأيتام ذوي الظروف الخاصة الجمعيات اللي تختص فيها أقل من أصابع اليد الواحدة. طيب أنتوا شو يميزكم عن غيركم؟ إحنا يميزنا أن إحنا نسعى إلى خدمة اليتيم أيا كانت مرحلته العمرية، لا نحدد عمر معين ولا يعني احنا احيانا طبعا حسب الامكانيات اللي موجوده، لكنه وجدنا ان اليتيم لا يعني وصوله المرحله العمريه ان هناك اكتفاء. حتى لو وصل 30 سنه او حتى احيانا اكبر من هذا العمر، تجده ربما يعود لمرحله الصفر لتعثرات. يعني احنا نجد ابنائنا في المجتمع قد يتعثر في حياته في مرحله ما، ويحتاج للمسانده والعوده به الى يعني نقطه يعني البداية من جديد. ففتحنا أبوابنا للجميع ولخدمة جميع المراحل العمرية، سواء كانوا في الدور الإيوائية نقدم تنمية وتمكين لهم، أو كانوا في الأسر الكافلة اللي تكفل الأيتام ذوي الظروف الخاصة، أو حتى الأيتام الكبار اللي خرجوا من الدور ولا زالوا بحاجة إلى دعم ومساندة. طيب لو سألتك عن المنتجات اللي تعمل عليها الجمعية، يعني قوالب النماذج اللي تعمل عليها الجمعية لتنفيذ أهدافها وبرامجها. أهم يعني القالب تسعى إليه الجمعية هي مسألة تنمية القدرات الشخصية لدى الأيتام، وهذه نهتم فيها
في عندنا برنامج جودة حياة، عشان أنا أستطيع أن حياتي تكون جيدة لابد أن يعني أغير ما أستطيع في داخل نفسي، في قدراتي، في مشاكلي، أتعامل بإيجابية مع أيضا مسألة وجودي داخل هذا البلد. يعني البرنامج الثاني المهم هي كيف أنا أمكنه تعليميا أولا حتى يستطيع أنه يسير. يعني أحيانا يمرون بعض الحالات الأيتام بتعثرات دراسية، ربما ترجع إلى مشاكل نفسية يعاني منها، عدم قبول معين. فهذا من البرامج الأساسية اللي إحنا المنتجات اللي نسعى أن نكون سواء تعليم عام أو حتى تعليم عالي. في عندنا عدد من الأبناء لم يتم قبولهم، فعندنا نسعى إلى إيجاد تعليم عالي مناسب لهم يساعدهم حتى يستمروا. وهذه مشكلات يعني أعتقد أنها عامة في المجتمع طبعا، فما بالك باليتيم المنقطع. يعني إحنا الأيتام المجهولي الأبوين هو يتيم منقطع، والشيخ بن باز رحمه الله كان يقول أصدر فتوى أن هذا اليتيم أشد حاجة من اليتيم الطبيعي لانقطاعه. الانقطاع هذا فعلا يعني تخيل شخص موجود ما في لا ماضي ولا يعني أسرة تقوم يعني بأي مساعدة تقدم له، وبالتالي أنا أعتقد أنه إحنا نحتاج يكونون إحنا العائلة، إحنا السند بالنسبة له، والسند المستمر الذي كلما احتاج يمكن أن يعود لهذه الأسرة وتدعمه وتساعده. أنت يسمونكم الأيتام، وهذا اللقب يعني لا يمكن أن يأتي من فراغ. أبي أعرف يعني على مستوى الشخصي، أنت متى يعني بدأت يعني تهتمين بموضوع الأيتام وخاصة مجهولي الأبوين؟ الله يسلمك. يمكن إحنا ظروف العمل المهنية، أنا أول ما اشتغلت عند الأيتام، عند دار الحضانة الاجتماعية، وكان يعني بالنسبة لي عالم جديد. حتى أنا يعني في الجامعة أنا خريجة خدمة اجتماعية، لكني ما توقعت إن فيه في عندنا أطفال منقطعين فاقدي الأسرة والسند يعني تحتويهم هذه الدولة العظيمة. إحنا تعرف يعني لكن أستاذة سماء كثير من الناس لا يتحملون التعامل مع مثل هذه البيئة عاطفيا نفسيا، يعني تعمل يعني جروح صحيح لديهم ما يتحملونها. أنت إيش اللي جذبك أنك تكونين بهذه القوة؟ والله أنا يمكن أشوف الدعم والمساندة مهمة جدا، سواء كانت من الأسرة، يعني لا الوالد رحمه الله ولا زوجي وعائلتي كانوا سند أيضا لي ومحفزين. والشيء الثاني في العمل كانت تقودنا الأميرة سارة بنت محمد، يعني حييها من هذا في هذا البرنامج، وهي الأم الأيتام الأولى، هي اللي تعلمنا منها كيف أن اليتيم حب ورعاية، ضع يعني أمامه فقط أنك يعني مسألة أنك تحبه وتخاف الله فيه. وانت تبنيت أحد الأيتام؟ اي نعم، عندي قبل ما تتولد فكرة الجمعية؟ اي نعم عندي أيتام يعني من قبل، الحمد لله. يعني عندي عمر هذا الكبير، يعني أخذته وأنا كنت أسرة صديقة اللي حدثتك، وأنا كأسرة صديقة له، واستمر معي وهو متزوج عنده أبناء الآن. إيش برنامج الأسرة الصديقة؟ الأسرة الصديقة يعني هدفنا فيها أن احنا نجد باب يستطيع منه هذا اليتيم المقيم داخل الدور الإيواء أن يطل على العالم الطبيعي اللي موجود خارجه. هم إمكانيات كبيرة داخل الدور، وحياة شبه حياة أسرية، ويعني يقوم على رعاية أمهات 24 ساعة، لكنه تظل أيضا تفتقد الطبيعية داخل أسرنا. المهارات اللي يتعلمونها في الأسرة يختلف عن وجوده داخل أسوار الدار. فالأسرة الصديقة بدأت من أكثر من 20 عام. يعني في يقيم معها إقامة دائمة ولا فقط في أوقات نهاية الأسبوع؟ زيارات، هي زيارات مؤقتة، لكن اللي حصل حقيقة أنه أغلب الأسرة الصديقة احتضنتها. ما يكون في أثر نفسي على النفس اليتيم؟ أكيد، لكنه تظل الأثر الإيجابي أشد وأعلى نسبته. يعني أنا عندما أعطيه الفرصة أنه يعيش ويعرف معنا الأدوار، الأب والأم اللي داخل البيت إيش دورهم بالضبط، هذا ما يشوفه ترى نهائي. إيش معنى زوج وزوجة؟ إيش معنى أخوان وأخوال وأعمام وجدان؟ هذه كلها الأمور غائبة عن حياته داخل الدار. حياته داخل الدار فقط الأم البديلة اللي
تقوم برعايته والأخصائية اللي تتابعه يعني، فهو بيئة مصطنعة نحاول أن تكون شبه طبيعية. إذن هنا في مسؤولية كبيرة على الأشخاص أو الأسر أنها لابد يكون واعين جادة وتكون جادة، لأن المسألة ليست ليست بالسهولة، لابد يكون تجارب أو خوض تجربة أبداً غير مضمونة، ولأنه هنا نفسية، لكن فعلا نتائجها الإيجابية كبيرة جدا. طيب دكتور أنا بطلع فاصل ونرجع نواصل هذا الحوار، فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار. أستاذة سمها، لو سألتك عن الأسر المساعدة، يعني تفضلتي وكنا نتكلم قبل الفاصل بأهمية أن تكون الأسرة جادة، أن تفهم لماذا هي تريد أن تأخذك أسرة صديقة. نعم، أو الأسرة الصديقة. نعم نعم، الأسرة الصديقة. إيش الأثر النفسي في عدم فهم هذا الالتزام يعني على اليتيم، عندما انه انا اعوده على طريقه حياه معينه كل نهايه اسبوع اخذه وبعدين فجاه ينقطع؟ طبعا انت وصفتي بانه لها اثر مدمر على نفسيه الطفل. بالتاكيد، يعني انا ربطته باسره جديده وبحياه جديده، وانا اختلف طبعا حياتنا الاسريه الطبيعيه بالنسبه لليتيم تعتبر يعني كانها حلمه وحلم حياته داخل الدور الايوائيه أن يخرج الأسرة صديقة، وهذا فعلا حلم كل يتيم داخل دور الإيواء. فبالتالي عندما أخذوا فترة مؤقتة ويعني وبدون تقدير لمسؤولية هذا القرار، أتخلى عنه بعد يعني علاقة يعني قصيرة، فأنا أكيد أنا حطمت نفسي، يعني بدل أن أحييها قد يعني أنا أعتقد أنه دمرت ما يعني بنيته، وربما أسأت يعني أسأت لمعنى الأسرة الصديقة، أسأت لأسرة أي أسرة في المجتمع قد يفقد ثقته تماما في أني أنا أخرج مرة أخرى، يتخوف أني لو أكرر التجربة ربما أعود لنفس المشكلة، فهي تسبب له ردة فعل سلبية، تسبب له إحباط، تسبب يعني إشكالية كبيرة جدا. لذلك هناك يعني تأكيد على أن تكون أسرة، عندما أقرر أن أكون أسرة صديقة لهذا اليتيم، وهذا ترى هدف كبير إحنا نسعى له لنحقق رؤية الوزارة في أنه الدور الإيوائية إن شاء الله يصبح العدد فيها صفر، إذا كان وجدنا مجتمع متكافل فعلا ينظر لهؤلاء الأبناء اللي فوق سن الثانية من العمر، اللي قلت فرصتهم في الاحتضان الكامل من أسر، مثلا هو إلى سن سنتين يظل عنده فرصة الاحتضان في أسرة كافلة تأخذه على طول، لكن اللي بقي داخل الدور، فأنا إما أني أحييه وأعطيه هذه الحياة الصحيحة وأدخله في حياتي وفي أسرتي بوعي وإدراك أنه أيضا أنا أعرف أسرتي محيطي، أيضا يهمني جدا لأن اليتيم عندما يخرج لها الأسرة يجد أن هناك احتواء كامل لهذا الطفل. خليني أسألك وليس يعني دلال يعني هذا اليتيم الطفل الصغير عندما يذهب إلى هذه الأسرة الصديقة هو يعلم أنها أسرة صديقة، أنها أسرة صديقة. نعم، متى يتبلغ الطفل وكيف أنه يتيم؟ نعم، أو مجهول الوالدين. هذه أحد الأشياء الأساسية اللي يعني أيضا نعمل عليها. المفترض أن اليتيم يعرف واقعه مبكرا، إذا أنا فكرت أنه داخل أسرة بديلة كافلة فينبغي أن تبدأ معاه من سن، حتى لو بغينا نقول الرضاعة، من سن سنتين سن ثلاث سنوات أبدأ أمرر المعلومة له أني أنا أم أخرى لك، أنت يعني لديك أم وأب آخرين، لكن أنا أمك اللي حبيتك يعني من قلبي. دائما يسمونهم الأمهات البديلات عندنا أنه ابن قلبي، هذا ليس ابن بطني إنما ابن قلبي، فأنا أحببتك من قلبي، لكني كلما بدأت مبكر كلما جنبت المشاكل عندما يصل إلى المرحلة المراهقة أو حتى دخول المدرسة. يعني هو بيعرف أن الاسم يختلف عن اسم عائلته، العائلة اللي يقيم فيها أو اللي محتضنته يختلف اسمه عن اسمهم، لا يوجد اسم عائلة. طيب قد يكون مثلا من السهل أني أنا أذكر لطفل يتيم أنه فقد والديه في حادث سيارة لا قدر الله، أو بس أكون مستمر على هذه لكن الحقيقة. لكن الطفل المجهول الوالدين يعني هو حيطرح أسئلة، لماذا هم مجهولين؟ أين بالضبط هم؟ لماذا تخلوا عني؟ أنتم عندكم في جمعية كيان
يعني خبيرات أو نعم. متخصصات في الرعاية النفسية نعم. يملكون إجابات على مثل هذه الأسئلة؟ إحنا يعني لنفترض أن هذا اليتيم كلنا يعني لا نعلم الظروف التي أفقدته لأسرته. الشيء الآخر لا نجزم بأنه طفل خارج إطار الزواج أو طفل من علاقة لم تكتمل أو ظروف اقتصادية أو أي كانت أدت إلى تخلي أسرته عنه. الإعطاء الأمل للطفل أنه هناك يعني أنه يوجد أسرتك موجودة وما قدرت تحتضنك أو غيره، أنا أعتقد أنه هذا يهز الطفل، يظل في انتظار هذه الأسرة متى تعود. نعم. لكن إحنا يعني مختصين معنا نفسيين وكذلك يعني من خلال الخبرة اللي يعني عملنا معها، الأفضل أن يذكر أنهم غير موجودين، توفوا، أي عذر آخر، أنت يتيم كاليتيم العادي، فبالتالي لا يبقى على أمل أن أسرتي هذه تعود. أنا خلاص أنت وأمي، أنت أمي وهذا أبوي وهذه أسرتي وعائلتي. لنحسسه يعني من البداية أنه لا تعيش في حلم كاذب. وأنا يعني على مدى السنوات الطويلة وأقول لجميع الأسر اللي أنا يعني عملت معهم أنه لم يذكر أن جت أسرة وبحثت عن ابنها، بالتأكيد لم تتخلى عنه إلا لظروف قاهرة لا تمكنها من العودة لأخذه مرة أخرى. فإحنا نعتبره يتيم وتعامل معه داخل يعني الأسرة كابن فعلا لي مستمر، بعيدا عن مسألة، وهذه ترجع الله يسلمك إلى أيضا حالة الطفل النفسية، قدرة الأسرة على الإبلاغ الحقيقي، يحتاجون مساندة نفسية في هذا الأمر. طيب. حتى يستقر نفسيا قبل ما يصل لمرحلة المراهقة. يعني أنت قلت ما عمره أنه جو يدورون أو شيء، لكن في حال حالات نادرة جدا، في حال أنه بحثوا، أرادوا أن يبحثوا مرة أخرى عن هذا اليتيم أو هذا الطفل. نعم. أنتم هل يعني إيش الآلية؟ هل يوجد قاعدة بيانات فحص الدي إن إيه مثلا يمكن التحقق منها؟ نعم أكيد. هذا الأمر يخضع لإجراءات أمنية شديدة. قاعدة البيانات موجودة في الوزارة لكل الأيتام عندنا، حتى يعني دخوله من أول يوم يدخل فيه للوزارة يوجد يعني توثيق لكل ما لدى هذا الطفل. يعني بعض أحيانا يكون هناك علامات معينة، لبس معين، هذا يتم توثيقه لمستقبل هذا الطفل. طيب أعطيني يا أستاذة، إيش المعايير أو إيش الآليات اللي يتم فيها تسجيل الأيتام لديكم أنتم في الجمعية، اشتراطاتها نعم. سواء بالنسبة لليتيم أو حتى للأسر الصديقة؟ نعم، المعايير الأساسية كل قاعدة البيانات موجودة كاملة عند الوزارة فيما يخص بياناتهم جميعهم. يصدر لهم سجل سعودي، يعتبر سعودي لأن النظام الأساسي للحكم أقر لأنه لأي ابن طفل يولد على أرض المملكة غير معروف الأبوين أو من أم سعودية خارج طبعا يعني إطار الزواج أو وجد في أي مكان، فأنه يعتبر سعودي الجنسية ويعطى الجنسية، وهذه تعتبر حقيقة من الميزات اللي في دولتنا تقل في دول أخرى. كثير من الدول الأخرى ما تعطي الجنسية، تعطي إقامة إلى سن 18 سنة، لكن الحمد لله إحنا في دولة يعني عظيمة يعني أسست لهذا الأمر منذ يعني. إذا اليتيم سواء كان مجهول الوالدين أو معروف الوالدين هو يمنح الجنسية السعودية. نعم، إذا كانت الأم سعودية. إذا كانت الأم سعودية نعم. إذا كان طيب معروف مجهول الوالدين هما، وشلون تعرفون أمها سعودية ولا لا؟ بعضهم تكون في حالات حمل خارج إطار الزواج أو غيره، فتكون الأم يعني موجودة سعودية، لكن الأجنبية إذا حملت حمل خارج إطار الزواج يتم ترحيلها. الحين مجهول الوالدين تعرفون أحيانا الأم يعني؟ قد تكون الأم معروفة. يعني حالات نادرة هي تجيبها لكم نعم، في إجراءات تتم نعم تكون معروفة معروف الأم، وكلها تكتب طبعا سجلات موثقة. طيب شو المعايير اللي تقبلون فيها الأسر الصديقة؟ الأسر الصديقة أهم شيء تكون أسرة واعية مدركة، تعرف تماما وش معنى التربية يعني، لأنه هذه تخضع لمقابلات نفسية واجتماعية، بحث أيضا ميداني للأسرة والأعضاء الأسرة الموجودين، وتأكد من قبولهم للفكرة واستعدادهم فعلا للاستمرارية فيها. أيضا كمان حتى الطفل اللي يتيم يهيئ للخروج لهالأسرة، قد لا يقبل يعني، قد تأتي بعض الأسر أحيانا وتختار يتيم ثم يرفض الخروج معها لعدم راحته النفسية أو لسبب ما. وتهتمون كثير بهذا الجانب. فهذه مهم جدا أنه يقبل الخروج، وأيضا يتم المتابعة أثناء خروجه للتأكد أنه
يعني أموره يعني الحمد لله مستقرة، أن هناك استعداد. يعني البرنامج حقيقة في كثير، هذه في حالة الكفالة المستديمة. لا، هذه في حالة الأسرة الصديقة اللي هو، والكفالة المستديمة أكيد لها برنامج آخر. الأسرة يعني الصديقة اللي يروح ويرجع، يروح لهم في نهاية الأسبوع. نعم. مثلا ويرجع. طبعا أنتم تقيموا هذه التجربة كل أسبوع، يعني لما يرجع يكون في في ردود فعل، في قياس، في مقابلة للطفل، لهذا جسدي أو نفسي. نعم، كلها تتابع. لو في أي ملاحظة يعني وجدت على هالأسرة في عودة الطفل، أو من حديثه، أو من خلال نقاش غير مباشر معه، يتم. وش أبرز يعني القصص اللي ممكن تروينها لنا عن نجاح نجاح هذه الأسر الصديقة؟ يعني أنا يمكن عندي، أنا عمر أكبر مثال عندي للنجاح. أنت طبعاً تبنيتي عمر قبل ما يجيك أي ابنة. أخذته كأسرة صديقة عمر. نعم، بس قبل ما تنجبي. لكن تبنيت بعده آخرين. لكن أنا أتكلم عن، أنا عندي بنات يروحون أسر صديقة ما شاء الله، وصلوا درست الماجستير، وصلوا تخرجوا وعملوا. وبالمقابل في ناس لم يحظون بالخروج، وأجدهم تعثرين دراسياً. فغالبية البنات اللي أنا وجدتهم طلعوا للمجتمع واندمجوا، حتى في عملهم استقروا، وفي حياتهم الزوجية كانوا أفضل، هم اللي حظيوا بفرصة وجود أسرة صديقة داعمة ومستمرة معهم. أنت تخيل أنه حتى في زواجها الأسرة الصديقة هي اللي تقوم بترتيبات الزواج، بعد يعني إنجابها هي أيضا الأسرة الصديقة بمثابة الأهل. فكثير عندنا نماذج يعني خيرة في المجتمع، دعمتهم واستمرت معهم ومع أبنائهم حاليا، يعني يقومون برعايتهم والاهتمام فيهم. وعادة وش أكثر المشاكل اللي تحصل؟ يمكن في بالنسبة للأسر الصديقة. نعم. هي أهم يعني شيء، أحيانا قد أكون الهدف غير سامي، يعني ربما أخذهم للوجاهة، ربما أخذ لهدف آخر، أني أنا والله أحتضن أيتام، أو أنا أستضيفهم. هذه تحطونها دائما تحت المجهر. هذه أي نعم، تحت المجهر، بحيث أنه لا يكون هناك استغلال لوجود اليتيم وحمايته نفسيا من أنه يتعرض من الاستغلال. نعم، الاستغلال. طيب أستاذ السمحة، أنا بطلع فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار. أهلا بكم مرة أخرى في هذا الحوار الذي أجريه مع الأستاذ السمحة الغامدي، رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام. أستاذ السمحة، يعني كنت تتحدثين قبل الفاصل عن وجود معايير دقيقة لمراقبة وحماية الأيتام الذين يذهبون في برنامج سواء الأسر الصديقة أو الكفالة الكاملة. أعتقد أنه في الدولة تقدم دعم للأسر. نعم. التي تحتضن الأيتام لمساعدتهم على مساعدة مادية. هل هذا أيضا الدعم موجود للأسر الصديقة؟ لا، الأسر الصديقة إذا تحولت إلى أسرة بديلة ستدخل ضمن الدعم، لكن كأسرة صديقة لا يوجد دعم. الهدف أن الأسرة الصديقة اللي تأتي أسرة قادرة واعية فعلا يعني وبإمكانياتها. ليس الهدف استضافة مادية لهذا الإبن، هي مجرد أن يكون جزء من عائلتك ويعيش مناسبات العائلة. وايضا ممكن نقول احنا نمدد يعني الاتجاه ايضا باتجاه الشباب، يعني احنا الشباب يحتاجون لاصدقاء من الرجال، من الاخوه، من ممكن انه انا اخذ هذا الشاب عندي في مناسباتي. وفي كثير منهم حقيقه نجحوا بدعم وجود اسر قادره وشباب ما شاء الله اخذوهم كاخوه لهم، نوع من التآخي بينهم حتى يستطيعوا يدخلوا المجتمع. هل هناك مراحل سنية معينة يعني أفضل من غيرها لاندماج هؤلاء الأيتام؟ يعني أنا أعتقد كلما كان صغير السن في مرحلة مثلا من 3 أو 4 سنوات مرحلة الابتدائية كان أكثر انسجام. ليش الأسر يعني تعزف عن الأطفال اللي يتجاوزون 6 سنوات؟ هم يبدون ينظرون لمستقبلا، مسألة الرضاعة أنه إذا كانت غير موجودة أنه سينشأ ويكون غير محرم لنا. لكن أنا أعتقد أن إحنا يعني لو فكرنا بطريقة أكبر، يعني أنا أعتقد لن يصعب على أي أسرة. أنا إذا حميته أنا إلى في المرحلة هذه اللي هي من 6 سنوات وقدمت له الخدمة إلى 12 سنة أو 15 سنة، فأنا يعني
أنشأت طفل فعلا بمواصفات متميزة، وأنا هذا اللي أتمنى أن الأسر تنظر ماذا ممكن أن أقدم لهذا اليتيم، وهذه أهم مرحلة. إذا فاتت عليه بعد 15 سنة كثير أمور راح تغيب عن هذا الطفل ولا يستطيع أو تستطيع حتى الأسرة تقدمها له. فالمسألة هي يمكن عدم وعي في المجتمع أنه بحاجة اليتيم في هالمرحلة، قد يكون في قصور إعلامي أيضا يعني مننا أن احنا نوصل الفكرة لمجتمع الخير يعني، ولكن إن شاء الله من منبر في العلن يعني أنا أتوقع في المصطلحين الأسرة البديلة والأسرة الصديقة. شو الفرق بين الأسرة البديلة؟ تحتضن الطفل احتضان كامل، تأخذه عندها ويعتبر خلاص ابنا لها، وحتى يصدر على عندها صك من المحكمة أنها تحت ولايتها ويستمر عندها. طبعا ما في شيء أن أنا أرجعه في عمر معين، يستمر عندها، تصبح مسؤولية كاملة. مسؤولية كاملة عنه، وهذا اللي تقوم الدولة بتقديم مكافأة شهرية للأسرة حتى تستطيع رعاية هذا الابن. الأسرة الصديقة لا، هي الأسرة نسميها المؤقتة، هي ليست دائمة، لكنه كثير حقيقة من الأسر الصديقة تحولوا إلى أسر بديلة بعد أن انسجم هذا الابن عندهم ووجدوا أنه هناك استقرار أو الابنة، فأحبوا أنه يكون لا يكون عضو دائم عندنا. وحقيقة هذا الهدف الأسمى اللي احنا نسعى له، أنه يبدأ كأسرة صديقة لعله على أمل إن شاء الله على أمل أن يتحول لأسرة بديلة. طيب يعني نلاحظ في قصور في الإعلام في التحدث عن الأسر الصديقة، يعني برأيك يعني لو أردنا منك اليوم أنك يعني تسلطين ضوء أكثر على دور الأسرة الصديقة في حياة الأيتام وفي المجتمع بشكل عام. نعم. يمكن أكبر دور أنا ممكن أحققه لهالأسرة أنه يشوف أسرة طبيعية، يشوف الأدوار الوالدية اللي موجودة، يعيش اليوم المناسبات. يعني ممكن أنا بعض الأيتام إن إذا عاش داخل الدور قد يغيب عنه مناسبات الوفاة، مناسبات الزواج، تفاصيل الحياة اليومية، يوم العيد هذا وهو من أهم الأيام عندنا كله يرتبط بالأسرة، كلنا نبحث عن أسرنا يوم العيد حقيقة أو لا. فبالتالي فما بالك اليتيم اللي ينتظر يوم العيد بدون أسرة، كيف يكون حال العيد معه؟ أنا أعتقد أنه هذا يعني اللي يقدم لها الأسر إحياء نفس وتقديم خدمة، أكيد أنها تحتاج جهد من الأسرة، أنا متأكدة أنه تحتاج إلى قدرة لدى الأسرة ووعي بمسؤوليتها وجهد كبير وتعاون وفهم أن هذا اليتيم اللي استضفناه لا نتخلى عنه في وقت ما. الشيء الآخر أني ليس الهدف أن أعطيه ماديا، يعني هو عنده إمكانيات كبيرة داخل الدار، الهدف أني أقدم له مهارات تنقصه في مجتمعه، حتى مهارات الضيافة اليومية، مهارات أن إحنا متى الوقت اللي إحنا نجتمع كأسرة، متى ننام، متى نقوم، كيف ندعو الناس لزيارتنا، وكيف نروح إذا رحنا نزور، يعني أمور بسيطة في حياتنا إحنا ما نفكر فيها لكنها غائبة عن هذا اليتيم. طيب هل المهارات الحياتية البسيطة هل الأم العزباء أو المطلقة تستطيع أنها؟ والله أنا يعني أجد أن أكيد أنها إنسانة تتحمل هالمسؤولية، ليش لا؟ أنا بالعكس أنا أولا أفتح باب بيتي الطبيعي يعيش معي، أنا ما أحس أنه يعني في إشكالية. والشيء الثاني أنا بالنسبة لي يشبع الأمومة اللي قد تنقصني يعني في ناحية أخرى، يعني كثير من الأسر تبحث أيضا عن الأمومة في يعني ما في أي شيء يمنع اليوم. أنا ما أرى أنه في أي مانع. أنتم في الجمعية لو جاتكم مثلا؟ نعم بالتنسيق مع الوزارة. بالتنسيق مع الوزارة. نعم. طيب اليوم إحنا عندنا يعني أكثر حوالي 40 جمعية تعنى نعم. بالأيتام على مستوى المملكة، هل تعدد يعني هذه الجمعيات يعني يساعد في تحقيق التميز أو يساعد في تحقيق الأهداف في خدمة الأيتام في المملكة؟ نعم. هل هي جهود متناثرة؟ هل لو جمعت أو تكاملت في ضمن منظمات أكبر أو كيانات أكبر حتكون أقوى؟ أنا أعتقد لا، بالعكس أن كل جمعية في نطاق عملها، يعني غالب الجمعيات الأيتام ترى تعمل مثلا مناطقية، وكل منطقة أدرى بالاحتياج اللي موجود داخل المنطقة والنوعية البيئة اللي موجود فيها هذا اليتيم، ففي تنافسية إيجابية بين الجمعيات. في جمعيات مؤسسات حقيقة كبيرة جدا في مجال الأيتام، وإحنا أيضا يعني نحذو حذوهم في عملية تجويد بعض البرامج اللي موجودة عندنا. بالعكس التعددية جيدة. الوزارة اتخذت إجراء يعني جميل، هو عملت مجلس تنسيقي بين الجمعيات،
جمعية الأيتام الآن لها مجلس تنسيقي واحد يجمع الجهود يساعد على وجود أيضا اللي هو تحت مظلة المركز الوطني للقطاع غير المركز. نعم هذا المجلس التنسيقي بدأ حتى قبل المركز الوطني قبل الآن أصبح تحت مظلته، فوجود مجلس تنسيقي يجمع كل تخصص معين في الجمعيات الأيتام أو المعاقين أو غيره، هذا يساعد كثير على توحيد الجهود وأيضا استفادتهم من خبرات البعض. يعني هذا الشيء الثاني، يعني وجود الكيانات المتعددة هذه ترجع أيضا لرؤية المملكة في دعم نمو الجمعيات الخيرية وكثرتها. نعم قطاع الجمعيات، وبالتالي هذا بيساعد على إن شاء الله تحقيق الرؤية تجاه. طيب أنتم عندكم في جمعية كيان يعني حوالي 1000 مستفيد تقريبا تم خدمة بين أيتام وأسر، إيش التفاصيل ممكن تقولينها لي عن هؤلاء المستفيدين من خدماتكم؟ يعني إيش الخدمات اللي تقدمونها لهم؟ ذكرنا قبل كذا موضوع التعليم وهذا شيء أساسي. تعلمونه في مدارس حكومية ولا خاصة؟ في قطاع أحيانا بعض الحالات تحتاج مدرسة خاصة نسعى إلى توفيرها بحيث أنه نوفر مستوى دراسي للمتميزين منهم ولغة إنجليزية مبكرا، لأنه هذا احتياج سوق العمل. طبعا يرسلوا للمدارس على أنهم يعني ما في شيء عن طريق الجمعية، يكون في يعني تفاهم بينهم أنه ما ينظر يعني ما ولا يعرف الجميع أنه نعم. هذا ابن الجمعية أو غيره، الأم تقدر توصلها الابن وتأخذه كأنها هي الأم المسؤولة عنه، لكن المسؤولية المالية والمتابعة تكون من قبلنا. وأيضا كما ذكرت لك في بعض الجامعات الأهلية، واللي أنا كمان أدعو الجامعات حقيقة الأهلية إلى تبني فكرة وضع منح وكراسي لهؤلاء الأيتام سواء كانوا متميزين أو غيره. الآن الجامعات مثلا ما تقدم أي منح الجامعات دراسية؟ الجامعات الأهلية إلى الآن إحنا عندنا جامعة دار العلوم أعطتنا منحة حقيقة، يمكن مقعدين. عندكم قصور في التواصل معهم مثلا؟ وجاري العمل مع البقية إن شاء الله، يعني إن شاء الله إحنا نعمل على أن يكون هناك إن شاء الله مقاعد أيضا في بعضها. طبعا الحمد لله في الدولة يسرت دخولهم في الجامعات، لكن تظل بعض الحالات الصعبة اللي لم تحصل على الفرصة. عندكم حالات فيها إعاقة مثلا؟ بعض الحالات الإعاقة نعم نقدم لها خدمات أيضا. الأهم خدمة هم يحتاجونها حقيقة الإعداد لسوق العمل. نعم أبكلمك عن هذا الموضوع بعد تمام. الفاصل فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذا الحوار. أهلا بكم مرة أخرى في هذا الحوار الذي أجريه مع الأستاذة سمحة الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام. أستاذة سمحة قبل الفاصل كنت تتكلمين عن موضوع تأهيل الأيتام وإعدادهم لسوق العمل، تكلمنا عن جانب التعليم وكيف الدعم اللي يقدم لهم في على مستوى التعليم العام، وأيضا الحاجة أن تقوم الجامعات أيضا بدور في تقديم المنح الدراسية لهذه الفئة الغالية. إعداد سوق العمل، هل عندكم خطط وبرامج معينة لتأهيلهم؟ نعم، في بيننا وبين الوزارة شراكة في أنه يكون هناك دراسة لعدد من الأيتام اللي موجودين سواء في الدور أو خارج الدور يحتاجون إلى توفير فرص عمل. أحيانا ننقصهم مهارات وأحيانا قدرات معينة، فيتم عمل برنامج لهم خاص لتنمية تلك القدرات. مثلا بعضهم يكون لغته الإنجليزية أقل، عندنا دبلومات تصل إلى دبلوم لغة إنجليزية نقدمها له حتى يستطيع يدخل سوق العمل، وبالتالي العمل أيضا مع الشركاء اللي هم القطاع الخاص اللي أتمنى أن يعني أجد منهم تفاعل أكبر في توظيف الأيتام وإدخالهم لسوق العمل، لأنه كثير يعني من الفرص قد لا تناسب الجميع، قد لا تناسب بعض يعني الحالات اللي والله عندها أسرة وبالتالي يصعب عليها المناوبات الليلية، تعرف يعني متاح بعض الوظائف الحالية اللي موجودة في الأسواق وغيرها، لكن نحتاج إحنا إلى فرص تكون مناسبة لهم تساعدهم على الاستقرار في حياتهم، وبالتالي القطاع الخاص مطالب أن يكون يعني مسؤولية الاجتماعية عنده أكثر من ما يعني إن شاء الله يعني أنهم إلى الأفضل، لكن أيضا نحتاج إلى تفاعل القطاع الخاص في إيجاد
يعني مبادرات لتوظيف عدد من الأيتام في كل قطاع. يعني اليوم احنا نتكلم عن المبادرات اللي تقوم بها منصات الدولة في اتيحت للمحسنين ومتبرعين وهي كلها ناجحة ما شاء الله. هل هناك يعني برنامج خاص من خلال المنصات لرعاية الأيتام لتغطية نفقات التدريب التعليم لهؤلاء الأطفال؟ المنصة تتاح للجمعية أنها منصتكم الخاصة. عندنا منصة خاصة المتجر الإلكتروني ولكن أيضا لكن منصة من خلال منصات الدولة يحق للجمعية أنها تدخل البرنامج اللي تود داخل المنصة ويتم التبرع. استفدتوا منها كثير؟ يعني إلى حد ما إلى الآن. لكن ما وصلتوا للناس؟ ما وصلنا كثير. طيب. إلى الآن ما بعد يعني هي يمكن دخولنا لها كان قريب. مجتمع معطاء حقيقة وأعتقد أنه بس يمكن في قصور في إيصال الرسالة لأنه أنا دخلت على موقعكم الإلكتروني أشوف ما في تفاصيل للبرامج ونوعها والفرص المتاحة يعني تكون ما هي دقيقة أو مفصلة. هي موجودة الله يسلمك بس طبعا تدخل في المنصة مباشرة مثلا منصة تبرع أو إحسان أو غيرها يتم وضع الفرص. طيب كم عدد المتطوعين عندكم في الجمعية؟ والله العدد تقريبا الحين يمكن تجاوزنا أكثر من 700 متطوع ومتطوعة. في أحد من أبناء الجمعية رجعوا؟ نعم إحنا نستهدفهم حقيقة لأنه التطوع تربية. هم أولى بفرص. نعم التطوع تربية أكثر فهم لطبيعة. وحتى هم أنا يعني دائما نشجعهم على أنك أنت عندما يعني لا يعني يستمر على الأخذ دون العطاء لابد أن نغرس في داخلهم أيضا العطاء الوطني. فكثير برامج تطوعية ترى نستهدف فيها الأيتام مباشرة نفسهم وما شاء الله يعني أثبتوا قدراتهم وحماسهم. طيب أستاذ سماح خلينا أسألك عن الشراكات اللي قامت بها الجمعية يعني وش أبرزها وش أثرها على الشراكات لكم؟ يعني أكيد هي رافد أساسي وحاولنا استقطاب شراكات من بداية الجمعية يمكن مؤسسة الملك خالد أكبر شريك لنا في أيضا مكتب كدسة المحاماة أيضا من الشركاء الدائمين والمستمرين معنا أيضا بعض الشركات تنتهي وقتية لكن هناك ناس يعني مستمرين مع شركات دائمة ومستمرة أيضا مصنع يعني التنمية الغذائية من المصانع الحقيقة اللي عنده حس ومسؤولية اجتماعية واستمر معنا في شراكة يعني دائمة نتطلع إلى شراكات أكيد أكبر من كذا. طيب أنا قرأت أيضا عن بعض مبادرات الجمعية منها تأسيس 5 نواد للهواة. كم من على فكرة النوادي هذه من اللي يستفيد منها؟ اللي يستفيد منها الأيتام. إحنا يهمنا جدا أحد يعني أحد البرامج المنتجات اللي نسعى أنها تكون يعني محققة موهبة اليتيم واهتماماته وهواياته لأنها رافد كبير جدا في بناء شخصيته. فإحنا ناويين إن شاء الله بإذن الله في الخطة هذه إن شاء الله العام القادم أن يكون عندنا نادي لكل هواية يعني عندهم مواهب عديدة الفن التشكيلي مبدعين في كثير منهم في مواهب أخرى لديهم وهوايات مختلفة فنستهدف إن شاء الله أن نسوي هذه النوادي بإذن الله تعالى في الاستراتيجية الجديدة اللي اطلعت عليها. طيب عندكم دور مجتمعي لا شك مهام لكني يعني من حيث من جانب المسؤولية المجتمعية كيف تسهم الجمعية في خدمة المجتمع؟ احنا بالتأكيد جزء أساسي في أهدافنا وقاية المجتمع من يعني ازدياد الحالات وهذا أمر مهم جدا يعني نسعى إلى أن والله نسعى إلى أن يكون هناك إن شاء الله تقليص قدر المستطاع لوجود حالات اللي متخلى عنهم من والديهم وهذه تعتبر جزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع. أيضا إيجاد القبول المجتمعي لهالفئة والاندماج. أنا أعتبر يعني أحقق خدمة وطنية عندما أجد لهذا اليتيم القبول الكامل داخل حتى في داخل وظيفته يعني في كثير حالات تتعثر داخل مدارسهم يتعثرون داخل وظائفهم بسبب أن أحد يعرف أنك يتيم. طيب خليني أسألك سؤال في هالناحية يعني كثير من الأسر في المجتمع أو المجتمع ينظر إلى اليتيم على أنه يجب أن يكون شخص مثالي ما يخطئ. نعم. طيب ما إحنا أبنائنا كلهم يخطئون كلهم يتعثرون وكلهم هذا إيش المشكلة اللي هنا يعني ليش المجتمع يتوقع من اليتيم أن عشان أنا أعطف عليك أو أقدم لك شيء يجب أن تكون إنسان شخص كامل ومثالي وما تسبب لي أي أذى أو أشوف منك أي قصور. هذه المشكلة
كيف ممكن تتعالج؟ احنا لانه ينظر يمكن والبعض ينظر نظره قاصره ايضا، يعني ان هذا اليتيم يجب ان يكون تحت المجهر وحتى لا يخرج عن التصرف، وبعضهم يعني ربما يسعى يعني الى ان اليتيم قد يكون مؤثر سلبي على اسرتي، قد يؤدي. فهذه النظره السلبيه انا اعتبرها نظره سلبيه داخل المجتمع تجاه فئه معينه، يعني ليس لها ذنب في فقدانها لاسرتها، يعني هي لم يعني ليست من اوجدت يعني هذا الظرف اللي موجوده فيه. فعندنا مشكله انه ينبغي اني اذا جاني في الاسره كما ذكرت انه يكون فعلا مثالي في تصرفه، ما اتحمل لو خرج عن الاسلوب اللي انا اراه انه يعني المفترض يكون عليه. فترى هذا اللي يسبب تاثر كثير من الاسر الصديقه انها تنظر له بمثاليه، وانه بس انتم ما تحاولون انكم يعني تشرحون هذا الجانب. يتم الشرح وان هذا بالعكس انت تاخذ طفل ربما عنده يجب انك تكون يعني تتوقع منها ان متوقع منه طفل وشيء ثاني. نعم انك تكون عندك الاراده اني انا اغير هذا الانسان الى الافضل. بالعكس يمكن هو لم يحظى بالفرصه اللي حظى فيها اطفالك. بالضبط اطفالك انت. طيب استاذه سمها، يعني اليوم احنا نتكلم عن الانظمه الخاصه برعايه الايتام ومجهولي الوالدين. نعم. كيف تشوفين الأنظمة؟ هل هي في نواقص؟ في شيء أنكم أنتم أهل الخبرة والتجربة ممكن أنكم تسهمون فيه؟ بالتأكيد إحنا في جمعية كيان يعني قرأنا كل الأنظمة، ويمكن من خلال عملي السابق هناك دراسة لكل ما ينقص هذا اليتيم. فيه بعض الأنظمة لا زالت تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى تعديل، وخاصة في مجال الأسر البديلة والأسر الصديقة نحتاج أنها تكون يعني تحتاج إلى نوع من التقنين حقيقة بصورة أكبر. وأيضا تحتاج بعض الأنظمة اللي تساعد هاليتيم في مراحل حياته أيضا، أن يكون فيه مرونة في وجود إمكانية لمساعدة اليتيم. صوتكم مسموع؟ حقيقي جميع الحمد لله من يعني فتحنا معهم المجال لمناقشة الأنظمة. بالعكس يفترض ذلك لأنكم أنتم تقومون بدور يرفع وهذا ترى اللي تسعى إليه الجمعية أن يكون عنده أن نكون بيت خبرة في هالمجال ويستند على ما نقدمه. صحيح. من دراسات طيب. وإن شاء الله يكون عندنا مركز. أستاذة سمها عندي أقل من نص دقيقة، وش أكبر تحدي اليوم تفكرين فيه ويواجهكم؟ الاستدامة أكيد أكبر تحدي بالنسبة للجمعية، كيف أننا نحن نستمر، وين نجد رجال الأعمال أو أصحاب المال اللي الخيرين اللي ممكن يحققون لنا مشاريع كبيرة تستطيع الجمعية أن تستديم وتستطيع أن تنتشر ده في مناطق المملكة وأنا المختلفة. وأنا أقول وين نلقى اللي مثلكم اللي كرسون حياتهم ووقتهم وجهدهم وطاقتهم لخدمة هذه الفئة وغيرها من الفئات. صحيح. إن شاء الله المجتمع إن شاء الله فيه الخير. لذلك ربما يعني هناك واجب على المجتمع بدعمكم وتقديم المساعدة، خاصة من رجال الأعمال اللي أنا أثق تماما أنهم إذا شافوا المشاريع الموثوقة والناجحة أنهم ما يقصرون. إن شاء الله بإذن الله. هذا اللي يعني أتمنى أن احنا في العلن نتحدث ويصلهم صوتنا ونجد فعلا الدعم والمساندة. وأول يعني دعم وجدناه في ظهورنا في برنامجكم الإعلامي إن شاء الله. وأنا أشكرك أستاذة سمها على هذا الحوار. الله يخليك، شكرا لتحت الفرصة. كان معي في هذا الحوار الأستاذة سمها رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام أم الأيتام، وأنا حقيقة أعتز بهذا الحوار. أنا خالد سليمان أشكركم، على أمل أن أقابلكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.